تعرف المثل اللي نحن نقول عريان لا يعلم فسخ؟ جونا إخواننا الفلسطينيين، جونا عائلات سنة 48 جاءوا إلى عجمان، كل مكان هني عندنا في من بوظبي لرأس الخيمة، جو هربانين من 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 الموت، من الأشياء اللي شافوه هناك، ويريدون دعم، يريدون مساعدة، ويريدون مكان يستقرون فيه. ما حصلوا شيء عندنا، لأن البلد في ذاك الوقت أصلاً كانت صغيرة. هذيك الأيام أيام صعبة، فترة هني كانت أيام صعبة، ما في شيء نقدر نقدمه، نحن لوحدنا يعني يلا يلا بالكاد نقوم يعني نكفي أنفسنا. جونا عوائل مع أطفال مع نساء، ومروا وجوا البيوت، ضربوا علينا في البيوت، تقاسمنا معهم بعض أشياء. صارت معاكم في بيتكم يعني في عائلات فلسطينية ضربوا؟ أنا شفت، نعم شفت عوائل بالأربعة والخمسة عائلة يجون عند الباب يدورون أي شيء، يبون مقر، يبون أكل، يبون عمل، أي شيء يتوفر لهم، وما كان من هذه الأشياء، لا المقر موجود ولا العمل موجود ولا الأكل موجود، ولذلك ما بقوا، ما بقى حد عندنا يعني من إخواننا الفلسطينيين اللي جونا بعد النكبة، ما جلس حد.